سخوك ساي سخوك. كاميرا الحق معاك كانت حاضرة في منزل المولدي البناي في الحي اللوطاني، وين كان مجتمع بلاد الحومة الكل غاديكا يناقشوا في موضوع وإلا في فكرة ترشح المولدي البناي للانتخابات الرئاسية بعد اللموضة اللي خرجت ليامات الأخرى هاو فلان ترشح هاو فلان ترشح. المولدي خذا قرار ولم ولد حومته والمستشارين متاعو احسن سمنتا والمستشار متاعو المخضرم الروج العجال باش يناقش الموضوع هذا. كاميرا الحق معك حضرت وحضرت لكم التحقيق هذا. هاجمع باش نحكي معاكم بيلي ثم ثم ناق مولد البني اللي باعث الحوم الكل واللي كان سبب في صبان الضالة متاع 23 حنو دون احتساب بشوارة اللي خدمتهم في النوار. المولد البني اللي البلديات تاع تونس الكل يخافوا منه ويقروا له 100 حساب. حبيت باسمي واسم المستشارين اللي معايا الزوز حسين سامانتا ورجع عجال نقولكم اهلا وسهلا بكم في الاجتماع الطارق هذا اللي عملته اليوم في داري. مرحبا حسن، مرحبا روج. السلام عليكم الناس الكل، ان شاء الله رمضانكم مبروك، وحيل الكلمه للروج عجير. السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بولاد حومتنا. بولاد حومتي ما غير ما تطول عليكم، انا رسميا باش نترشح للانتخابات الرئاسيه اللي جايه في اكتوبر. مش خير مني نبيل القروي، مش خير مني هاشم الحامدي، مش خير مني بحر جلاصي، مش خير مني حد شنقصني أخي. كل شيء موجود، حب الناس اللي تشرب الفلوس نا الناس تحبني، ونا أخي باش نصدم عليها المرة هذه وماش نراخخ. سيفري كما قاعدين تسمعوا كما قال تول مولدي شي يصدم عليها وماش وراخخ. ناس معبية، ناس كلها برامج انتخابية، ناس باش تخدم تونس، ناس بالضبط. مولدي نخلي لك كلمة، احكي مع المواطنين اللي حاضرين في الاجتماع وغريهم عطيهم من الاخر، قول لهم انت شنو برامجك، خلي الناس تهبل وتخرج في الشارع وتقول يرحم المولدي. المولدي يحب تونس ويحب يقدم بحي اللوطاني ويقدم بتونس. اولا ناك مولدي المناي حبيت نقولكم اول حاجه اش نعمل لتونس، مصلحه تونس. كما تعرفوا تونس كتصب الامطار تدخل بعضها بناني بناني. تونس من غدوه شان ثقافها الكل باش تولي تونس كوفيرتها من فوق مغط. ياه كما سمعتوا مولدي شي سقف تونس شي تولي تونس كي جراج كي تدبو وتحاول ليها ذي فيما يخص البنية مش التحتية، البنية اللي فوق. فيما يخص الاقتصاد تفضل سي مولدي احكي على الاقتصاد. خي كما قال حسن فيما يخص الاغتصاب حبيت نقولكم اللي نحنا بورسنتاج كبير. يا ودي ليه يا مولدي مش اغتصاب، اقتصاد اقتصاد فهمتني، كنومي كوميرس جو فلوس معناه فهمت. خاي كما قال حسن سامحونا غلط في بالي اغتصاب الفوضوي. فيما يخص الاقتصاد والفلوس نوعدكم كل واحد يصوت لي نعطيه 50 دينار. خاي شنو المشكل عليه، خير مني القنوات اللي في النيلسات. بارك الله فيك، معاكم روج العجال. سيمون دي تو فسر لهم فيما يخص الدخل الفردي. خاي كما قال روج العجال داخل فردي شنو المشكل، اللي هذا حابب داخل فردي داخل فردي فما حتى مشكل. كان هذا الاجتماع بتاع اليوم ملتقانا غدوة بحول الله اش نعملوا فيتينج في الشعبة القديمة تاع حومتنا اللي ولت توا حنوت عزيزة بتاع الليل. السلام عليكم ورحمة الله، كان معاكم مولدي البناي مترشح رقم 39 انتخابات رئاسية. السلام عليكم. سايس خوك سايس خوك.